رقم الحركة ورقم الستور ورقم الإذن. يبقى احنا عايزين حاجة اسمها ارتجاع المورد، هو اللي هيتعمل لها فورد. يبقى عن طريق الاستعلام احنا عايزين نخصص الكلمة دي بس. يبقى هنخش تاني وعند كلمة الحركة هنكتب الكلمة دي هنا في الكويري. يبقى الكويري اللي احنا جبنا منه الستورز يبقى خد رقم 127، يبقى هو خصص لي كل ما هو مرتجع للمورد. طب انا عايز برضك عايز المخزن الرئيسي اللي هتكتب فيه الخانة ديت، يلقط الخانة دي. يبقى نعرف عنوانها، اعتقد تكست 5، فعلا تكست 5 في 25/5/2017/3 اهي ستورز. تكست 5 تمام. عايز اقول له كده احنا حققنا ايه اللي احنا عايزينه. تاني حاجة هنستخدم حاجة اسمها دي كاونت. دي كاونت طبعا احنا عارفينها، دي كاونت. يبقى دي كاونت هيبقى تكست كويري 127، و داخل حاجة اسمها رقم الإذن. رقم الإذن يبقى هنا بالنسبة للخانات المساعدة دي اسمها خانات مساعدة بتاعت دي كاونت. يبقى هنا الرئيسي اتجاه هنا صفر، وبما ان هنا صفر يبقى لو ده بيساوي صفر يبقى الخانة دي بتساوي واحد. الخانة دي بتساوي واحد. طيب عايزين نعمل برضك دي ماكس. دي ماكس يبقى دي ماكس طبعا طالما دي بتساوي صفر يبقى مش هناخد مش هن يبقى هنا دي ماكس بتساوي القيمة زائد واحد، زائد واحد، زائد واحد. الخطة الجاية إن شاء الله في حالة تساوى هذا المربع بتساوي صفر يبقى إحنا هنقول له إن رقم الإذن بتساوي واحد. لو بتساوي واحد يبقى الخانة دي هتتكتب فيها كلام، يبقى هنخلي المربع ده بيساوي القيمة الموجودة هنا إن شاء الله.